المباراتين دول الاساس منهم التعرف على بعض اللاعبين، لان يمكن بالرغم ان احنا عملنا 5 تجمعات قبل كده وده السادس، لكن في بعض اللاعبين ما انضموش الينا، وبالذات لعيبه الاسماعيلي اللي موجودين من امبارح معانا في المعسكر، لكن لغايه دلوقتي طبعا لعيبه الاهلي والزمالك مش موجودين على اساس عندهم ارتباط افريقي. لا، هو الوضع بالنسبه للمنتخب الاولمبي صعب طبعا، لان بقول لك التجمعات الهيكل كله يعني ما اتجمعش عشان ارتباطات محليه او ارتباطات افريقيه خاصه بالفرق، وطبعا انا متفاهم الكلام دوت. في صعوبه في ان الهيكل كله اللي موجود اللي متاح ان هو يتجمع، طبعا لان في البعض موجود مع المنتخب الاول، وانا متفاهم الكلام دوت، لان في تنسيق طبعا مع شوقي غريب والاولويه للمنتخب الاول، لان في ارتباطات رسميه قريبه للمنتخب الاول، ففي بعض العناصر برضو موجوده مع المنتخب الاول بجانب العناصر بقول اللي مشغوله مع الانديه عشان الارتباطات الافريقيه. كلام كثير جدا عن الاهلي وترشيحك لتدريب النادي الاهلي، بنسمعه اكتر من مره وبقول لك ان انا مفيش تعليق في الموضوع دوت، وانا زيك بسمع كده من وسائل الاعلام ومليش تعليق. شغالين، بدا المعسكر في تمرينتين الصبح وبعد الظهر، ان شاء الله هيبقى في يوم فصل في المعسكر يوم السبت، نبدا تاني ان شاء الله يوم الاحد استعدادا ان شاء الله للماتشين المغرب المهمين بالنسبه لنا، بنتعرف فيهم على قدرات وامكانيات اللعيبه ان شاء الله. الكابتن حسام، لو في لعيب ما بيلعبش دوري ممتاز ومستواه اعلى من اللي بيلعب دوري ممتاز اكيد بيبص له بصه كويسه وبيلعبه، لكن انت شايف الجيل بتاعنا كله، اعتقد اللي كله بيلعب دوري ممتاز دلوقتي، اسماعيلي زمالك اهلي. مبسوط جدا من مسابقه الكابتن حسام فيها ان هو ضمني، وان شاء الله بقى عند حسن ظنه ان انا اقدر ابقى اضافه للمنتخب، وربنا يكرمنا ان شاء الله نحقق ميداليا. احنا طموحنا كده من اول يوم اتجمعنا فيه، وربنا يكرم ان شاء الله نحقق الاتحاد والكابتن حسام طلبه مننا ان شاء الله. راح العب لنادي كبير في الدوري السويسري وليه شعبيه كبيره هناك، والسنه دي هشارك في دوري ابطال اوروبا، والسنه دي وصيف الدوري، فان شاء الله يعني حاجه تانية خالص ان شاء الله، وربنا يوفقني معاهم ان شاء الله باذن الله. كل الموضوع ان 6 شهور اعاره بنيه البيع، بعد 6 شهور دول النادي رغب فيا ان هو يشتريني، فاشتريني من نادي انبي وخلاص. المشكله كلها انا ما عملتش اي حاجه اصلا، ولا اتخانقت مع مدرب ولا مع لعيبه، لان انت عارف ان اي لعيب حتى في الدوري المصري مش في الدوري الاوروبي لو اتخانق مع مدرب على طول بيشيله من السكور. طبعا الدوري الاوروبي ما يعني في لعيب في اوروبا لو عمل مشكله مع مدرب او لعيب مش بيتشال من السكور، ده ممكن يتشال لاخر الموسم. فاكيد طبعا انا ولا ماتش التالت بره السكور بسبب مشكله ولا اي حاجه، كل المشكله ان انا مع مدير الكوره لما كنا بنتكلم في موضوع اخر ماتشين ما لعبتهمش، فبتكلم معاه، فهو اتكلم معايا بشكل مش كويس، العلاقه توترت، فعشان خاطر ان انا عاوز نقعد بيضغط عليا، فاحنا انا ما قدرتش استحمله ان احنا نكمل على كده، فقلت له ان انا نفسي العادي بالتراضي عشان اروح نادي تاني افضل. يعني ما دي برده كانت برده نقطتي، يعني طموحي ان انا عايز العب دوري ابطال السنه دي، فربنا كرمني الحمد لله اهو بجروس هوبر، فربنا يسهل ان شاء الله ويتم على خير باذن الله.